صباح الخير سلمى. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك، بدنا نقول لك اشتقنا لك بعد هيك غياب 15 يوم لانه تزوجتي الزميل اكيد صهيب المصري اللي بدنا نوجه له تحيه. نقول لكم الف مبروك. الله يبارك فيكي. شكرا لك. الف مبروك. يسعد صباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه من ما كنتوا عم تتابعونا. رحله صباحيه جديده بنبتديها معكم، لكن كالعاده امنياتنا مع بدايه كل نهار دائما تحمل المحبه والتفاؤل. نتمنى هالنهار يحمل الخير والبركة وراحة البال والرزق الكتير والانفراج لكل الناس يا رب. يسعد صباحك عن جديد نور. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد وأكيد معنا دائما تغطيات مختلفة ومعنا أيضا فقرات متنوعة. خلينا نروح نصبح عليكم بغنية ونرجع لنبلش صباحنا. أما هلأ سلمى بننتقل لأولى محطاتنا لليوم. نبتدي صباحنا من دمشق، فقد أطلقت مؤسسة وثيقة وطن كتاب الأسير المحرر الشهيد مدحت الصالح ابن الجولان العربي السوري المحتل في ذكرى السنوية لاستشهاده على يد العدوان الصهيوني الإسرائيلي، وذلك في مكتبة الأسد الوطنية. خلونا نتابع التفاصيل مع مرام علي. أطلقت مؤسسة وثيقة وطن كتاب الأسير المحرر الشهيد مدحت الصالح ابن الجولان العربي السوري المحتل في ذكرى مرور سنة على استشهاده برصاص العدو الصهيوني، وذلك بحضور رسمي إضافة إلى عدد من الأسرى المحررين من رفاق الشهيد وعائلة الشهيد، وذلك في مكتبة الأسد الوطنية. نحن في وثيقة وطن نشعر أن عملنا هو استكمال لعمل المقاومين والأسرى وضباط وجنود الجيش العربي السوري في حماية هذه الأرض، لأننا حين نسجل تاريخهم ونتركه للأجيال فنحن نضيء دروب هذه الأجيال من أجل المقاومة ومن أجل التمسك بالحق ومن أجل عدم المهادنة مع العدو الصهيوني، وأيضا كي نكتب نحن تاريخنا بأيدينا، وكي لا نسمح لعدونا أن يشوه هذا التاريخ وأن يشوه ما قامت به هذه الشخصيات من بطولة وإباء واعتزاز بالأرض والعروبة والمستقبل. وعرض خلال الفعالية فيلم الأسير المحرر الشهيد مدحت الصالح من تنفيذ وإعداد مؤسسة وثيقة وطن بالتعاون مع فريق من خريجي كلية الإعلام بجامعة دمشق، حيث روى الفيلم قصة صمود الشهيد وتشبعه بروح المقاومة والانتماء للوطن منذ صغره ومعاناته مع الأسر واستمرار نضاله من خلال لقطات من مقابلات التوثيق التي أجراها الشهيد مع مؤسسة وثيقة وطن. كما قدمت النسخة الأولى من كتاب الأسير المحرر الشهيد مدحت الصالح ابن الجولان العربي السوري لعائلة الشهيد في ختام الفعالية، الكتاب الذي أضاء على الجولان وأهله وعلى قضية الأسرى والمعتقلين وحوادث حياتهم بحلوها ومرها عبر سرد توثيقي على لسان الشهيد مدحت، ومن خلال الوقوف على أبرز محطات حياته التي قضاها في النضال والصمود دفاعا عن القضية. مهلا نور، فصار الوقت لنرجع ونقلب برزنامة التاريخ ونتعرف على أبرز الأحداث اللي سجلت حضورها بمثل هاليوم. اليوم 20 تشرين الأول، كثير من الأحداث تسجلت بمثل هاليوم. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1973 الملكة إليزابيث الثانية بتفتتح دار أوبرا سيدني، وهالشي كان بعد 15 عام من بدء البناء. وبعام 1982 أسوأ كارثة رياضية في روسيا واللي تسببت بوفاة 66 شخص نتيجة التدافع بملعب لوجينكي بمباراة ضمن كأس الاتحاد الأوروبي. وبعام 1989 فوز الكاتب الإسباني كاميلو خوسيه ثيلا بجائزة نوبل بالأدب. وبعام 2020 مسبار أوسيريس ريكس بيهبط بنجاح على الكويكب بينو وبيبدأ بجمع عينة من سطحه.
ومن الوجوه اللي أبصرت النور في مثل هاليوم من عام 1854 آرثر رامبو شاعر فرنسي، وبعام 1891 جيمس تشادويك وهو عالم فيزياء إنجليزي حصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1935. من الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1935 آرثر هندرسون وهو سياسي بريطاني حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1934. وبعام 1984 توفي كارل كوري طبيب أمريكي حصل على جائزة نوبل بالطب عام 1947. وبيعتبر يوم 20 تشرين الأول هو اليوم العالمي لهشاشة العظام. سلمى، يقول الدكتور تشاد هيلمستر أننا خلال فترة 18 سنة الأولى من حياتنا نقول 148 ألف مرة كلمة لا، ولا أستطيع ولا أعلم. بالمقابل خلال الفترة نفسها يمكن عدد الرسائل الإيجابية اللي ما بتتجاوز يمكن 400 مرة، فنحن بحاجة إلى أن نشحن أنفسنا بطاقة إيجابية، وهذا الشيء دائما بنحكيه أنا وأنت، يعني رغم كل الظروف بنقول أنه لازم يكون عندنا شوية أمل شوية صحيح. تفاؤل، لأنه يمكن هاي القصص تنعكس على حياتنا ونفسيتنا. خلونا نتابع المادة عن الإيجابية كيف ممكن يكون إلى أثر بحياتنا في المادة التالية. يسعى الجميع لتبني التفكير الإيجابي كأسلوب حياة، لكن غالباً ما تصطدم أمنياتهم بالفشل، فظروف الحياة الصعبة والأفكار السلبية قد تمنع من التفكير بإيجابية. ولأننا نريد أن نعيش حياة سعيدة وناجحة، سنتعرف على نصائح قد تسهل علينا تبني الإيجابية كأسلوب حياة. أولاً، آمن بأن الإيجابية هي الحل. فقد تتعرض للكثير من العقبات، فقد تجد نفسك أنك اعتدت لسنين طويلة على التفكير السلبي، وقد أصبح جزءاً لا يتجزأ من شخصيتك. عندها حاول أن تتخلص منها من خلال الإيمان بأن الإيجابية هي الحل الوحيد، وتبنى التفكير الإيجابي كأسلوب حياة. ابتعد عن الأشخاص السلبيين، فالأشخاص السلبيين يؤثرون على مستوى الطاقة الخاصة بك، لذلك لابد من التقرب من الأشخاص الإيجابيين والمحفزين، فهم أكثر الناس قدرة على المساعدة في تبني الإيجابية كأسلوب حياة. ابحث عن الأشياء الإيجابية في حياتك، فقد تكون الحياة مليئة بالآلام، لكنها في حقيقة الأمر تحتوي على جانبين الجميل والقبيح، لذلك لابد من البحث عن الأشياء الإيجابية وتجاهل السلبية، كالتركيز على النجاحات أو اللحظات السعيدة، فبهذا فقط سيتم تجاوز التحديات الحياة والعيش بسعادة واستقرار. حفز نفسك بشكل يومي، فالتحفيز جزء أساسي من عملية تبني الإيجابية كأسلوب حياة. وقل لنفسك بشكل يومي بأنك شخص ناجح وذكي وبإمكانك أن تحقق المزيد من الإنجازات. طور مهاراتك الشخصية، فالخبراء ينصحون بتطوير المهارات والارتقاء بالنفس والعمل على تغيير طريقة التفكير ببعض الأشياء، وذلك من خلال قراءة الكتب، الخضوع لدورات تدريبية، أو المتابعة في كل جديد بمجال اختصاصك. في الختام، عزز الطاقة الإيجابية التي تمنح الإنسان التفاؤل والحب والعطاء، فهي روح داخلية التي يشعر من خلالها الإنسان بأنه قادر على الإنجاز. نور، رح نبلش أولى محطاتنا ونحكي فيها عن شعور يمكن البعض بيعتبره للوهلة الأولى أنه هو شعور سلبي بالمطلق، اللي هو الخوف. ولكن الحقيقة أنه الخوف ببعض الأحيان بيكون محفز، بيدفع الإنسان لحتى يعمل أكثر أو يحقق أكثر أو ينجز أكثر، لحتى ما يشعر بالفشل أو يبتعد عن شعوره أو قلقه أو خوفه من أنه هو يفشل بأي موضوع. ممكن يكون أيضا هو وسيلة للبقاء، لأنه بيعطي استجابات
قوية عند الإنسان لما بيشعر بالخوف. أكيد سلمى، الخوف حالة طبيعية كلنا بنمر فيها لكن لفترة قصيرة، بس يمكن الموضوع يطول لفترة زمنية طويلة. هون لازم الوقف الشخص عند هي الحالة لازم يستشير أخصائي، لأنه استمرار الخوف لفترة طويلة بيأثر على حالتنا النفسية، على حياتنا الطبيعية، على حياتنا بكل فينا نقول مفاصلها، على الأكل، على التركيز، على حياتي الاجتماعية. لنحكي عن الخوف أهميته بحياتنا، وإذا زاد عن حده واستمر قديش له آثار سلبية على حياتنا اليومية، مع الأخصائية النفسية سلام قاسم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب، وإن شاء الله يا رب هيك يكون الخوف بعيد عن الكل، الخوف المرضي طبعا. أكيد يعني خلينا نبلش من الكلمة الأخيرة اللي حكيت فيها، الخوف المرضي. شعور الخوف هو يمكن كتير ناس بيقولوا الإنسان ما بيخلق ومعه خوف، هو بيتعلم الخوف من المحيط، من الناس اللي حواليه. لما تبلش تقول له بعد عن هي، لا تساوي هيك، هي ما بيصير، فبلش بيخلق من عنده طفل بعمر صغير من أهله شو الاستجابات اللي بيقولوا له إنه هذا الشيء لازم تبعد عنه. خلينا نعرف أكثر إيمت بيكون الخوف هو شعور طبيعي، وإيمت بنقول بأنه الخوف هو حالة مرضية؟ هلأ الخوف هو شعور كتير حلو وضروري وكتير مهم لحتى الإنسان يحافظ على حياته وعلى بقائه. الإنسان يلي ما بيخاف أكيد ممكن يتعرض للخطر. الخوف هو طبعا شعور مكتسب، هو بيتعلمه الطفل من البداية. لما بتجي الأم بتقله لابنه أنه مثلا هاي النار بتحرقك لا تقرب منها، فما بيقرب. بجوز بيقرب هو ممكن لما بيلدع وبيشعر بشعور الألم، فهذا بيخليه للمرات القادمة أنه ما يكرر الحدث مرة تانية. فهون بيكون حماية لإله، حماية لشخصيته بالمستقبل، ولحتى يحافظ على حاله. ولكن هذا الخوف لما بيصير بيتحول لفوبيا، هون عندئذ بيكون خوف مرضي، وهذا الخوف المرضي طبعا بده علاج. هلأ الخوف المرضي هو بيتميز أنه بيختلف عن الخوف العادي بشدة الإحساس. فمثلا لما بيكون في قطة، مثلا حدا بيخاف، شخص معين بيخاف من قطة، هذا الخوف مثلا إذا كان شيء طبيعي إنه لما بيشوفها إنه مارقة خاف من القطة. أما لما بصير مرضي إنه يشوف هاي القطة محطوطة بمكان مثلا بقفص ببيت لإلها، ويخاف من مجرد رؤيتها، أو يخاف من مجرد مشاهدتها على التلفزيون، أو يخاف مجرد الحديث عنها. هون بيكون هذا درجة الإحساس عنده عالية، شعور الخوف، فبيكون هذا الشعور الغير طبيعي هو الفوبيا. فهذا القلق المرضي هو طبعا بيكون حالة مرضية بحاجة لعلاج، وممكن تأثر على مسيرة الشخص بالمستقبل. صحيح. وتأثر على نجاحه، بتؤدي للإخفاق، وتؤدي إلى شيء بنسميه نحن رهاب الإخفاق. وهذا الرهاب بيخليه إنه ما يحسن يتطور بحياته ويوقف عند نقطة واحدة. وهي نقطة كتير مهمة خلينا نوقف عندها. في مخاوف دائمة، يعني في مخاوف طبيعية نوعا ما بتسيطر على أفكارنا. يعني نحن مثلا ممكن بنخاف بشكل عام نخسر عزيز، بنخاف مثلا ما ننجح، بنخاف مثلا نخسر شغلنا. هاي مخاوف فينا نقول طبيعية. لما نقول هاي المخاوف مثلا الطبيعية لما تسيطر على تفكيرنا بشكل كتير كبير، هون كيف نعرف نفرق إنه لا هي تخطت المرحلة الطبيعية؟ وأساساً يمكن هلأ بالوضع الحالي كلياتنا بنفكر بهدول القصص، بنخاف زيادة. ما بعتقد في مبالغة، بس بتلاقي الموضوع محسوب ما كان مثل قبل، يعني ضمن الظروف اللي عم نعيشها قبل. هلأ أول شغلة لحتى نعرف نحن كيف بدنا نشتغل على الخوف وكيف بدنا نعالجه، وخصوصي هذا الرهاب، رهاب الإخفاق، أول شيء لازم نعرف نحن أسبابه شو هي. هلأ الإنسان ما بيصير عنده رهاب الإخفاق من لا شيء، له عدة أسباب. هلأ ممكن تكون هي مرتبطة مع بعضها، يعني ممكن تكون مثلا الوراثة مع دماغ مثلا عنده مشكلة معينة مثلا، إضافة لأنه الشيء الأساسي هو تجارب إخفاق مر فيها في الماضي، والأسرة هي لعبت كتير دور سلبي بهذا الإخفاق. قد تكون الأسرة هي من النوع السلبي اللي بيشكي كتير، بيتوتر كتير، ما بيخاف مثلا أنه بيخاف يقدم على أي خطوة، بيخاف يقدم على عمل. كتير ناس بيكون عندها مثلا إمكانيات معينة ولكن ما بتحسن تخوض أو تدخل بمشروع أو تتعلم أو تعمل إنجاز كبير. ليش؟ لأنهم بيخافوا من الإخفاق، فعندهم الإخفاق هو مسيطر عليهم. هدول الأشخاص هن سلبيين ما بيتطوروا أبدا، والأسرة بتلعب كتير دور كبير بهالموضوع، خصوصي بالطفولة. إضافة نحن ما بدنا ننكر المجتمع، وخصوصي المجتمع الحديث يلي بيميل دائما نحو الكمال، إنه لازم الإنسان لما بده ينجز عمل يكون إتقانه 100%. فهدول الأشخاص بخافوا من الإقدام على العمل لأنه ما عندهم قدرة على إنجاز العمل بنفس النسبة المطلوبة بالنسبة للمجتمع.
المجتمع، وهدول الأشخاص حسب الدراسات هن بيتميزوا بصفتين، أول شيء ما بيشعروا بالاستمتاع وقت ممكن يحصلوا على نتائج إيجابية، إضافة إلى أنهم السمة الثانية عندهم هي الخوف من القلق الشديد بالاختبارات، فهدول بيكون عندهم هذا الخوف كتير، والخوف أنهم ما يجيبوا المعدل اللي هو مطلوب. وعادة هدول الأشخاص بتراوح شعورهم ما بين الإخفاق الشديد والتميز العالي، فهذا الشعور هو بيعمل لهم هذا الارتباك، فبيخافوا فبيبطلوا يدخلوا بهي مرحلة أنه هن يحققوا شيء أو يحطوا هدف ويشتغلوا عليه، فبفضلوا الانسحاب على المتابعة خوفا من الإخفاق. طيب أستاذ السلام، خلينا نميز شغلة بسيطة شوي. اليوم نحن عم نحكي عن الخوف كنوع من أنواع المشاعر، ولكن بعض الأحيان مثل ما حضرتك قلتي عم يتحول لحالة مرضية. هل صنف نفسياً الخوف كاضطراب سلوكي مثل ما صنف القلق ببعض الأحيان، مثل ما صنف أيضاً الاكتئاب، مثل ما صنف غيره من الاضطرابات السلوكية اللي بحاجة لعلاج ومتابعة وفي بعض الأحيان إلى أدوية ما بس علاج نفسي؟ فهل صنف الخوف ببعض مراحله أو بيختلط مع أنواع أخرى من الاضطرابات السلوكية؟ هلا بالصراحة هو بيمتزج الخوف مع الاكتئاب والقلق. القلق يؤدي إلى اكتئاب وخوف، والخوف يؤدي إلى قلق واكتئاب، والقلق يؤدي إلى الاكتئاب والخوف. فهن مترابطين مع بعض تماما. الخوف والقلق والاكتئاب هذول مترابطين مع بعضهم، لأنه الأعراض كتير متشابهة، بتصير عندهم أعراض نفسية وأعراض جسدية. بصير عندك أنت مثلا شعور بالتعرق، شعور بالغثيان، بصير تسارع نبضات القلب، ضيق بالتنفس، إضافة إلى الميل إلى العزلة، الوحدة، الابتعاد عن الآخرين. فهي الأعراض كتير متشابهة مع بعض، مشان هيك أنه هن يميل إلى تصنيفه. ولكن هو بالحقيقة هو نوع من الرهاب، وهو حالة مرضية بصراحة بحاجة إلى علاج، وليس علاج دوائي فقط لا يكفي لحاله، لازم يكون مترابط مع العلاج السلوكي المعرفي. والتعرض بالصدمة كتير مهم، حتى هذا الرهاب كمان نحن في أنواع معينة منه، غير أنه مثلا بمشروع، بعمل، بحياته، ممكن مثلا في شيء اسمه كمان الخوف من الحب، من الدخول بعلاقة عاطفية كمان، الإخفاق بالحب كمان هذا نوع من أنواع الرهاب كمان، وكتير خطير. نعالجهم بالصدمة؟ تمام، هذا بتعالج بالصدمة، أنه نحن نعرض الشخص. هو ما لازم إلك، أنت أكيد هلأ يعني عروس جديدة إن شاء الله، ألف مبروك. فما لإلك إخفاق الحب، بالعكس تماما، كونه وصل لنتيجة إيجابية هي الزواج. ولكن هدول الأشخاص اللي بيعانوا من الإخفاق بيخافوا حتى يقدموا على خطوة الارتباط، فما بالك بالزواج. فهدول بيتم طبعا أنه نحن نعرضهم للصدمة، أنه بيشوفوا فيلم، بيشوفوا علاقة عاطفية ناجحة، بيشوفوا ارتباط جيد، بيشوفوا مشاعر حلوة، ممكن شوي شوي مثلا يتعرفوا على حدا. بيقولوا شو بدك بهالورطة، لا تقول لا تفوت بجلدك، مدري شو. هي القصص المجتمع الحديث. تماما سلمى، هو المجتمع الحديث بيكرس هذا الموضوع. صحيح. يعني حتى بيكرس انه لازم يكون كله كامل، انت ما عندك الامكانيات للزواج، للارتباط، لا لا لا، الى اخره. بيقول انا لا، رح يصير بالاخفاق، ببعد عن الموضوع كله. فهذا نوع من انواع الاخفاق. فهي القضيه مرتبطه بالشخص والمحيط فيه. ولكن نحن اي شيء، نحن ما في شيء بالحياه اسمه مستحيل، ولكن هذا الخوف من الفشل هو بيكرس عنده هذا الشعور. ولكن انا بحسن اتغلب عنه عن طريق الوقايه، اول شيء قبل ما ادخل بالمشكله في وقايه، مثله مثل اي مرض. دائما مثل ما بنقول دائما بكل اللقاءات يعني، ونعيدها دائما، انه الصحه النفسيه تمشي بالتوازي مع الصحه الجسديه. فهي كمان نحن فينا نشتغل على الوقاية منها. الوقاية أنه أنا ما أدخل بمشروع أنا ماني قده، ما كبر الهدف كتير ولا صغره كتير، يعني صدم. تماما، مشان ما يصير عندي هاي الصدمة أنا، ويصير عندي شعور بالإخفاق وخاف أني أقدم على مرة تانية وتالتة. بس يمكن هدول ست سلام، هدول يمكن الحالات الطبيعية أو المعروفة بهيدا المرض أو مخاوف الخوف قديش بتأثر، بس يمكن بالآونة الأخيرة خلال 10 سنوات من الحرب، يمكن إذا بدنا نحكي عن مخاوف فقدان العزيز، يمكن سلمى ما في بيت ما خسر حدا غالي عزيز قلبه، بتصير مشاعر الخوف عندنا مضاعفة، يعني صار عندنا ردات فعل. هون بنقول طبيعي لأنه ما في بيت ما تعرض لهذا الشيء، بس إيمتى بقول مبالغ فيه، أو إيه كيف فيني أنا أتعامل معه بحيث ما يصير مبالغ؟ يعني نحن صرنا كأمهات صرنا نخاف زيادة، اليوم ما كان عندنا هذا الخوف أكيد الكبير، صرنا نخاف على أولادنا، صرنا بتلاقي هيك في تأثير عاطفي كتير كبير تجاه الخوف على نفسنا، على اللي حوالينا. كيف فيني أنا أعمل خطوات هيك وقائية مشان ما يأثر؟ يعني نحن كنا بنحكي دائما أنه شو أكتر شيء بتخافي منه اليوم؟ أنه أفقد حدا غالي أو أفقد تماماً حدا عزيز، لأنه بعرف بالمحيط هذا فقد عزيز على قلبه، ما في بيت ما فقد عزيز اليوم عنا.
هلأ بالبداية لما بلشنا هلأ بالحديث حكيت سلمى أنه الخوف ممكن يتحول لشيء إيجابي نحن، فهذا هو اللي نحن لازم نركز عليه، أنه صحيح صار عنا هالأحداث وصار عنا هالأشياء، ولكن هي بتخليكي أنت تقوي من جوا لحتى تحسني تكملي المسيرة وتتابعي مع أولادك. هلأ أكيد ما هو شعور سهل، هو فقدان عزيز أبداً، الله لا يحط حدا فيه، ولكن الحدث صار. هون نحن بصير عنا لحتى يتم الوقاية في عنا عناصر معينة لازم نشتغل عليها. أول شيء أنه نعيش اللحظة، نعيش الحاضر اللي هو موجود. ثاني شيء نتحلى بالشجاعة. ثالث شيء دعاء التواضع، أنه هو الطلب من رب العالمين أنه دائما بحماية الأشخاص اللي عنا نحن وبهدوء وبروية. فأنت الإيمان هذا بيعطيك القوة والصبر، أنه نحن في أشياء معينة هي خارج إرادتنا، الموت والحياة هي خارج إرادتنا، هي بإيد رب العالمين. نحن لازم يكون عنا هذا الإيمان، وأنه لكل إنسان نهاية وما في شيء باقي إلا وجه رب العالمين. فكونه في نهاية نحن، فهذا بيعطيك شعور بالإطمئنان. فأنت بتكوني بدعاء التواضع والطلب من رب العالمين بحماية أفراد الأسرة اللي موجودة عندك، هذا بيحسسك بشعور بالأمان. إضافة أنه أنت تتسلحي بالشجاعة أنه الحياة بدها تستمر، والباقي هو بدنا نشتغل عليه نحن. فبنشتغل على أفراد الأسرة اللي موجودين، بنحاول ندعمهم ليصيروا أقوى، ليحموا حالهم، ليدافعوا عن نفسهم. فهذا الشيء كتير مهم نحن لحتى نقوي الناس اللي حوالينا. إضافة لأنه الإنسان بده يتمسك بالأمل، يعني ما فينا نقعد نحن ونندب الحظ، اللي راح ما عاد يرجع، وفي دائما كرب ما بعد الصدمة، وبتم الشغل عليه هذا لحتى الإنسان يتخرج أو يخرج من الأزمة اللي هو مر فيها. وبعدين ولكن الحياة تستمر بالنهاية، وبيتابع الإنسان حياته. صحيح رح يتابعها بجوز، أو أكيد رح يكون في ألم ورح يكون في غصة كبيرة، ولكن تستمر الحياة لحتى ندعم الأشخاص التانيين اللي باقيين. وهذا طبعا بيكون الدور العظيم بيكون للأم والأب البيت، لأنه هن الاثنين لازم ينهضوا بالأسرة مهما كانت الظروف قاسية وصعبة. وأكيد إضافة لفقدان العزيز عندك الظروف الاقتصادية اللي هي كتير كمان عم تشد الناس لورا. فكمان هي أنا شلون بدي أتعامل معها؟ لازم أشتغل على مبدأ تقسيم الأهداف، يعني أشتغل على أهداف معينة، أنا أحسن حقق شيء معين ولو إنجاز بسيط، هذا الإنجاز البسيط رح يكبر ويصير أفضل بالنسبة لقدام. أما أني أقعد وأندب الحظ فهذا ما بجيب أي نتائج. يعني شوفي ناس كتير ندب حظهم لوين وصلوا. إيجابية دائما تماما، بدنا نسلح بالإيجابية ونخالط الإيجابيين ونشتغل على حالنا، نشتغل على حالنا من جوا. خلط الإيجابيين بالمطلق تحسي المحيط سلبي صاير كتير. سلبي، ولكن هو السلبية والإيجابي هو لا يعني الإيجابي أنا أنه إذا إنسان مريض حوالي أو تعبان أو كذا أنفر منه، لا هذا بيقعد مرضان، لا. في فرق كتير كبير بين هالكلام هذا. هلأ مخلطة الإيجابيين تقتضي الأشخاص اللي عندهم رغم ظروفهم السيئة أنه في شيء عم يشتغلوا، وهدول موجودين عنا بالمجتمع. أما هن السلبيين اللي بيقعد ما بيعمل شيء، كل الوقت بتلاقي زميلة إليك بنقلكي ما بدي أشتغل أنا، ولا ما بدي أعمل، وما بدي أروح على التلفزيون، وما بدي أقدم، وشو تدخل وشو هالقصص. هي بتدخلك بنفق كتير مظلم بيؤدي بالأخير للهاوية. ولكن نحن أنه تشعلي شمعة في الظلام خير من أن نلعن الظلام، وهذا شيء مدروس وواقعي. يعني دائما الحياة ما نقلك دائما بخط بسوية واحدة، لا، الحياة هي عبارة عن طلوع ونزول. حتى إذا طلب من أي شخص أنه يرسم الخط البياني لحياته، مستحيل تلاقي إنسان راسم خط بياني دائما طالع، لا، هذا إنسان غير طبيعي. ما في شيء اسمه بالمطلق دائما، في آلام وفي أحزان وفي فشل بحياتنا نحن، ولكن الإخفاق والفشل قد يكون هو كمان خطوات لأنه تطلعي للنجاح. وهذا بيصير لما الإنسان بيعرف أنه أنا شو بدي بالحياة ولوين بدي وصل، شو الهدف اللي بدي حققه، والدعم، شو مصادر الدعم لإلي. قد يكون صديق، قد يكون حدا من الأهل، قد يكون الأهل سلبيين ولكن يصادف حدا بطريقه، قد يكون حبيب، قد يكون زوج، إلا ما تصادفي إنسان يكون سند لإلك ودعم حقيقي. أكيد. وأستاذ سلام، دائما نحن بنقول يعني في مقولة معروفة، الفشل بداية النجاح. مو شرط دائما إذا شخص فشل بشيء معناته ما عاد يقدر يكمل أو أنه يجرب، لازم نجرب أكثر من مرة مهما كان الموضوع صعب، ما نخاف من أنه نجرب. في ناس بتخاف إذا فشلت مرة بأي شيء بتقول خلاص أنا ما رح أقدر أعمل هذا الشيء، بصير عندها هذا الخوف. يمكن اليوم كمان كنا عم نقول بأحد التقارير أنه أنا بقول كلمة ما بقدر أو لا أستطيع أو لا أعرف أكثر من ما أقول كلمة إيجابية. فخلينا نقول بالختام قبل ما نختم حديثنا، أبرز نصيحة بتحبي توجهيها لكل الناس اللي ممكن تعاني من أي نوع من أنواع المخاوف، سواء الاجتماعية، العائلية، أو حتى بالمهنية؟ كون دائما قوي ولا تكون ضحية. دائما اعتمد على قدراتك،
ما تقارن حالك بحدا تاني، كل إنسان حالة خاصة، المقارنة بترجعك لورا. اشتغل على قدراتك، على إمكانياتك، ما في حدا ما عنده شيء أبدا، كل إنسان مجرد هو إنسان معناتها قادر أنه يحصل كل شيء، ولما بيقول أنا أستطيع وأنا أقدر. قديش هيك مع الظروف اللي عم نعيشها اليوم بشكل عام، ضغوطات معيشية واقتصادية، قادرين هيك نزرع شوية من التفاؤل والأمل بحياتنا؟ أكيد نحن بنقدر، مثل ما قلت لك، لما بنغير المصطلحات اللي هي بنعطيها لعقلنا الباطن، هو مثل الكمبيوتر تمام، شو أنت بتعطيه معلومات هو بيشتغل عليها، خلينا نعطيه المعلومات اللي هي بتحفز على الإبداع وبتحفز على الإنتاج. خلينا نحن نفكر باليوم وننسى بكرة، لأنه الماضي هو راح وفلى وانتهى ونحن عم نعيش اللحظة. ما تفكر كتير بالمستقبل وتعطيه هاجس بالنسبة لك، لا، فكر باليوم اللي أنت فيه وركز أكيد. على هذا اليوم، لأنه مجرد تركيزك على عمل وعلى إنتاج، سواء مجال العمل، بالمجال المدارس، بأي مجال من مجالات الحياة، مجرد تركز أنت على اليوم اللي أنت فيه، هذا اليوم هو بيدفعك لقدام. وفي كتير أبحاث تمت، أنه بالنسبة عملوا أبحاث للأمراض مثل الأمراض المستعصية كالسرطان وغيره، أنه الأشخاص مجرد عرفوا أنه بالحالة اللي عندهم انتهوا، ولكن في أشخاص تانيين اشتغلوا عليهم أنه أنت فكر باليوم اللي أنت عايش فيه ولا تفكر لبكرة، واليوم أنت منيح، فأنت بتملك طاقة وقدرة كتير إيجابية وعندك إمكانيات وقادر على المتابعة. فهذا الخوف قد يكون هو دافع إيجابي ويبعدك عن الأثر السلبي صحيح. والخوف من الفشل، ويكون يحقق الإنسان بناء شخصية قوية قادرة متمكنة، والإنسان بس يحط هدف ويعرف شو بده بالحياة أكيد بيوصل بإذن صحيح. رب العالمين. أكيد بالختام بدنا نتشكرك أستاذة سلام قاسم على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لكم، وشكرا لهالقناة الحلوة على الاستضافة، وان شاء الله يا رب هيك بيكون هذا نهاية هذا العام، نحن كونه هلا قربنا نخلص يكون عام خير، ونتفائل بعام جديد افضل باذن رب العالمين ان شاء الله يا رب. نشكرك اكيد ست سلام الاختصاصية النفسية على وجودك معنا. لهون سلمى بكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، اليوم رحلتنا هيك خفيفة قصيرة، يا رب هيك يكون خفاف على قلوبكم، بتمنى هنهار يحمل الخير والبركة وراحة البال والرزق الكتير والانفراج لكل الناس. بدي لك مرة تانية سلمى ألف مبروك على الزواج، الله يبارك فيك، ونهارك سعيد. نهارك سعيد، وشكرا لك، وأكيد لكل متابعينا اللي كانوا معنا برحلتنا القصيرة لليوم، ولكن التغطيات مستمرة دائما على شاشة الإخبارية السورية، واليوم هو اليوم الختامي للمؤتمر حول الدولي حول عودة اللاجئين السوريين المقام بقصر إبلا للمؤتمرات، ورح يكون في لنا تغطيات خاصة حول هالمؤتمر. تضلوا بألف خير، باي 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 باي.